سنبدأ مشاهدينا مع الرجل وماذا يجول في ذهنه. الرجل عندما يصمت تكثر التفسيرات، لكن حالة الصمت هذه يبدو أن لها تفسير اقتصادي تحديداً وخاصةً. تم حل اللغز راوية. بحث من جامعة كورنويل يحسم الموضوع. كلما زادت المشاكل المالية قل التواصل بين الزوجين. طبعاً بحسب هذه الدراسة، صمت الرجل خصوصاً قد ينذر إلى أنه مديون أو مفلس، لأن الإجهاد المالي يرفع من مستوى الإرهاق الذهني عند الرجل. لنتذكر مشاهدينا أن معظم حالات الطلاق وعلى امتداد العالم سببها المشاكل المالية وليس الخيانة كما هو شائع. والمزيد مشاهدينا من التفاصيل دائما مع زميلتنا ريان. إليك يا ريان. صباح الخير ريان. بالخير. صباح الفل. الله يخليك. لماذا يصمت الرجل الريان؟ ده اللي حنعرفه في المساحة دي. تفضلي. قد تؤدي إلى الخرس الزوجي المشاكل المادية تؤثر سلبا على العلاقة بين الزوجين. باحثون في كورنيل يونيفرسيتي أكدوا كلما زاد التوتر بشأن الأمور المالية قل احتمال مناقشة مخاوف الشريكين مع بعضهما، إضافة للشعور بالإرهاق من الإنفاق والنضال المستمر من أجل تلبية الالتزامات المالية والقلق بشأن إدارة الأموال. المشرفة على البحث تقول عندما ينظر الأفراد إلى الصراعات المالية كقضية لا كخلاف يمكنهم حلها كفريق واحد، وسيكون أكثر استعدادا لبدء حوار ومحادثات حول المال مع شركائهم. أخيرا، 70% من الأمريكيين يتأثرون بالإجهاد المالي، حيث أكدت بيانات الأشخاص الذين خضعوا للدراسة أن الضغوط المالية الشديدة كانت مرتبطة بقلة التواصل مع الشريك بشأن الأمور المالية. إليكم. شكرا لك الريان. والآن نذهب مشاهدينا إلى السوشيال ميديا ونشاهد فيها تجارب بعض الأزواج في تنسيق شؤون المنزل المالية. هناك من يخطط وهناك من لا ينتبه ولا بهمه حتى الموضوع. تجارب تحكى على وسائل التواصل، نشاهد إحداها معكم. That my husband and I's upbringing really differed in terms of our finances, our financial situations, but also what we were taught about money. But when we met, this kind of just collided and it was a disaster, and it led to bad habits that caused debt. So our first bad habit was that we set no physical budget. We literally just went about, spent our money, and then at the end of the month we had no money, so we had to go into our overdrafts and we had to put money onto credit cards to literally live. We used to make that massive mistake that I think many people can be guilty of, whereby we would get our pay and it would look like this huge sum of money and we'd just be excited and think, yay, I've got this much money in my account, let's go out for dinner, let's buy this new thing I wanted. صمت الرجل إذن يبدو أن سببه الأساسي والرئيسي هو المشاكل المالية. نرحب بضيفنا من عمان مباشرة، الاستشاري النفسي الدكتور عبد الله أبو عدس. دكتور عبد الله، أهلا وسهلا فيك في صباح العربية. إلى أي مدى هذه الدراسة قد تكون دقيقة وفعلا قد يشير صمت الرجل في أغلب الحالات إلى المشاكل المادية، خاصة أن هناك مصطلح ما يعرف بأن الرجل يذهب إلى كهفه، مان كيف، سمعاني في هذا المصطلح؟ طبعاً. فعندما يكون في هذا الكهف، هو ليس كهف حقيقي يعني بمعنى المصطلح، يكون في كهف مالي، ربما لديه مشاكل مالية، منعزل نوعا ما. صحيح. صباح الخير راوية ونور لكم وللمشاهدين الكرام. نعم، الكهف الذي يلجأ إليه الرجل حقيقة هو كهف نفسي اجتماعي، يعني الرجل يتقوقع في حال وجود الإرهاق المالي، والإرهاق المالي يسمى حقيقة بالقلق المالي، وهو القلق من النفقات والتوتر من الإيرادات، يعني يقلق مما ينفقه ويتوتر من كيفية الآن زيادة الموارد حقيقة. الآن طبعا هذه واحدة من أكثر المشاكل التي تواجه الأزواج، وللأسف راوية ونور 40% من حالات الطلاق سببها المباشر هي حقيقة الإجهاد المالي. والإجهاد المالي يعني بنهاية المطاف هو موضوع الآن قد نتعامل معه بشكل وقائي حتى قبل الزواج. نحن دائما نقول يجب تدريب الأزواج في البداية على كيفية إدارة مؤسسة الحياة الزوجية، وبالتالي هذا يعتبر شيء وقائي وتداخل مباشر قبل أن تحدث المشكلة. طيب اللي نعمل بشكل وقائي.
نعم يعني أكيد هو في طرق مثلى خلينا نقول وأكثر صحية للعلاقة عندما يكون هناك تواصل حتى بالمشاكل أو الأمور المالية، ولكن طبعا أنت ذكرت موضوع الصراعات المالية والطلاق، وفي الحقيقة في دراسات اجتماعية أفادت أنه الصراعات المالية بالفعل هي من أقوى المؤشرات، مؤشرات الطلاق، بخلاف الأسباب الأخرى. وأيضا كثير من الناس بيعتقدوا أنه لا ينبغي التحدث عن وضعهم المالي في البيت، هل هذا تصرف صحيح؟ يعني عندما يكون في للرجل شريكة حياة حقيقية يعني تسانده في أزماته، تدعمه عندما يحتاج إلى الدعم، هل من المنطق أنه يخبي عليها أي مشاكل أو أي يعني أمور مالية من هذا النوع، ولا لأنه الصورة النمطية تماما تحمل المرأة وزر المشاكل المالية اللي بمر فيها الرجل؟ لا يجب أن تتحمل الزوجة. لا. نعم إن بالضبط لا يجب أن تتحمل الزوجة، والزوجة في معظم الأوقات حقيقة يعني معظم الدراسات تدل على قدرة الزوجة ونضوج الزوجة في معظم الأوقات، ويعني للحق يقال المرأة قادرة الآن على إدارة الشؤون المعقدة أكثر من الرجل، يعني هذه ملحوظة يجب أن يعني نسلط الضوء عليها، وبالتالي الآن لا يجوز الآن الإخفاء، يعني واحدة من أكثر المشاكل عملية إخفاء الآن نوعا ما حقيقة الخطط المالية، وبالتالي الآن نوعا ما هذا يعني يولد نوع من أنواع الصدام عند اكتشاف حقيقة الوضع المالي أو الوضع الاقتصادي. يجب أن يكون هناك حوار فعال مباشر، ويجب أن يكون هناك أجندة مالية دورية. هذه الأجندة تكون مرنة وقابلة للمفاوضات، يعني نستطيع الآن التفاوض عليها. لربما الزوجة تحب الآن أن تنفق مثلا بطريقة أكثر في موضوع معين مقابل التنازل عن موضوع آخر، هذا الآن حقيقة يخلق نوع من الزخم. يعني يجب أن يتم بالاتفاق الموضوع، يجب أن يتم بالنهاية بالاتفاق من خلال الحوار. دكتور عبد الله، من خلال خبرتك وتجاربك مع المرضى أو الذين يلجؤون إليك، هل لاحظت أو ما هي نسبة المشاكل المالية التي قد تقوض فعلا العلاقة الزوجية؟ ممكن تعطينا أي أمثلة أنت شاهدتها من خلال عملك؟ نعم حقيقة الآن يعني واحد من أكثر الأمور التي نرتطم بها بالعينات العيادية وجود الآن مجموعة من القضايا أو الخلافات بين الأزواج أو التحديات لنقل، يعني أنا دائما أعتقد أن المشكلة هي عبارة عن تحدي قابل للحل إذا الآن نظرنا للموضوع بطريقة علمية سايكو اجتماعية، وكان هناك رغبة من الطرفين الآن في حل المشكلة. لكن لنعود للقضايا المالية، القضايا المالية واحد من أكثر الأسباب شيوعا فيما نرى بالعينات العيادية، يعني دائما وأبدا الصراع يكون الآن على أولويات الإنفاق، هي تريد أن تنفق بطريقة وهو يريد أن ينفق بطريقة. الرجل عادة ما ينظر إلى الفترات المتوسطة والبعيدة ويتهم الزوجة في معظم الأوقات بأنها تريد أن تنفق الآن بالوضع الآني. هذه نقطة. النقطة الأخرى كذلك من يعني بنود الاختلاف هو الاختلاف على كيفية النفقات للأطفال فيما يخص موضوع الأطفال. قد يكون التدخلات الاجتماعية والمقارنات كذلك تلعب دور في كيفية توجه الزوج أو الزوجة إلى الإنفاق. يعني نحن نرى أنماط استهلاكية في المجتمعات العربية يكون فيها العرض الاجتماعي أو تصويت للعائلة بطريقة نعم. أكثر من قدرتها المالية. طيب هو دكتور كمان لابد إنه ننوه بأنه يعني في زمننا الحالي حتى المرأة بتشيل عبء، المرأة العاملة يعني بتحمل عبء مالي وبتساند جوزها يعني بتكاليف الحياة بشكل كبير. إحنا على كل حال سألنا الناس في مصر إذا ظل زوجك صامتا إلى ماذا يؤشر سكوته؟ دعونا نرى ماذا قالوا. الصمت أحيانا بيبقى فيه ضغوطات في جانب اللي هو مثلا مش ان هو مش حابب يتكلم في حاجات هتزيد مشاكل اكتر، فهو على حسب بقى موقفه في الرد او في الموقف نفسه. يعني مثلا لو هو بيكلمني في الاول وبيرد على قد السؤال فانا بعرف ان هو مخنوق من حاجه او متضايق فبحاول اهون عليه بس مش اكتر. لا معنى كده ان انا مش موافقه اللي انت بتعمليه او انا مش هديكي او انا مش هخليكي تطلعي المكان ده، بس انا بعمل نفسي ان انا متضايق، فبيعمل نفسه ان هو متضايق او مكشر عشان ما يداش اي فلوس او اي حاجه. كل الرجال على فكره عامه بيعملوا كده. لا بعد يعني بعد العشره ووقت طويل من الجواز ما بيكونش الوضع كده، ممكن اقف في بدايه الجواز. صح بيجي لي تصورات كتيره، يعني مثلا ان هو هل ممكن يكون عمل مصيبه بره وساكت مش عايز يقول. الراجل مش من نوع الشكايه، ما بيتكلمش كتير، ست بتتكلم كتير وبتعبر عن احاسيسها بشكل بكلام، الراجل ما بيعبرش عن احاسيسه بالكلام. ده
عرفتني انا صراحه راوية موضوع بيعمل نفسه متضايق بس عشان ما تطلبش منه فلوس. هذا طبعا حديث اخر يعني. طبعا طبعا اكيد اكيد. بس انا دكتور كنت حابه اسالك يعني خلينا ناخذ هيك باخر سؤال شويه نصيحه عمليه للمراه عندما يصمت زوجها وتستشعر بانه لديه مشاكل ماليه. يعني معروف بانه لا يكسر الرجل أكثر من عدم قدرته على فعل دوره الأساسي وهو أنه يعني طبعا يصرف على بيته وبنفس الوقت يحمي عائلته. شو بتقدر تعمل المرأة يعني تخفف عنه؟ نعم يعني الهدوء، عدم الآن استثارة الزوج حقيقة، الصراحة المطلقة فيما يخص القضايا المالية بسبب طبعا دائما محدودية يعني الموارد المالية، الاحترام وتقدير دور الزوج أو الزوجة يعني الذي يعمل حقيقة. النقطة الأخرى الآن كذلك هو وضع خطة مالية كما قلنا واضحة جدا، وتفعيل الآن الغائب الحاضر في أسرنا العربية وهو الحوار الجاد، حوار الجودة، الحوار الذي يؤدي حقيقة إلى كسر الحائط الذي يمكن أن يتشكل في العلاقة بين الزوجين. حوار مبني على منطقية واضحة جدا، يجب أن تبنى الحياة الأسرية على الصراحة والوضوح من البداية، ويجب أن يكون هناك حالة من التقييم الدوري، وكذلك ليس من يعني ليس من الخطأ أن يتم عرض المشكلات إذا استعصى حلها بين الأزواج على الفريق المختص الآن في الإرشاد الأسري حتى يكون هناك نوع من أنواع العملية في إدارة الحياة الزوجية. نعم شكرا جزيلا لك ضيفنا من عمان الاستشاري النفسي عبد الله أبو عدس، شكرا لك. شو يعني انصدم؟ إذا كبر المشكل إذا هو عم بيعيط أنا بسكت، إذا أنا عم بعيط هو بيسكت، هيك منتفادى المشاكل. بيكون عم بيفكر ما بعرف بشي مشكلة. كيف معامل بحبه خلص؟ لا ما بيكون في مشكلة، بيكون عم يفكر. إذا كانت المرأة قوية بده يفكر 100 مرة. إذا سكت حسب، يعني إذا عم بطلب شي وسكت يعني ما بده يعمله. إيه إذا عامل مصيبة وسكت يعني ما بده يعمل مشكل، هيك حسب السكوت. لا ما هو لازم يسكت. هو لازم يضل ساكت.